انه عندنا النهارده مباراه، بعض الناس زي ما حضرتك عارف بيقولوا لا والله الكف اربح بالنسبه لبيراميدز صحيح. نادي الزمالك. يعني بص انت اول ما قلت له ده صحيح، طبعا يعني رقميا والسكور رقميا وكل حاجه. على الورق بيقول انه في غيابات مؤثره جدا بالنسبه لنادي الزمالك زي زيزو وزي فتوح، سيف الدين الجزيري مش طبعا متواجد، بنتكلم على غيابات مؤثره جدا. صحيح. على الصعيد الاخر بيراميدز غياباته يعني غير مؤثره، صح. ونجومه وزخم النجوم المتواجد والصفقات اللي تم ابرامها كلها جاهزه وكلها مستعده. شايف النهارده وسوري ممكن يكون محضر لنا حاجه مختلفه امام باشيكو، ولا لا هو اللي قدامنا هو اللي هنشوفه وهنشوفه في التسعين دقيقه؟ شوف، هو احنا هنقول بس ليه بنقول الكلام ده، او ليه بنقول ان كفه بيراميدز ارجح؟ لان زي ما انت قلتي، حتى لو احنا رجعنا خطوه لورا نهايه الموسم الماضي، بيراميدز كان هو صاحب المركز الثاني، بيراميدز اللي كان فيه نتائج نسبيا افضل من نتائج نادي الزمالك على مدار الموسم. الميركاتو الاخير اللي اتعمل عمل صفقات مميزه جدا ورائعه جدا، مهاجم فيستون مايلي مهاجم مميز جدا، ثلاثي فيوتشر اللي انضم لبيراميدز يوسف اسامه نبيه سيف جعفر، لا في تدعيمات جيده وجيده جدا. حتى على مستوى الظهور في افريقيا كان نسبيا بيراميدز نتيجته افضل، بالتعادل مع الجيش الرواندي على عكس نادي الزمالك اللي خسر من ارتا سولار بهدفين، وده اللي خلى يربك الحسابات شويه او يخض جمهور نادي الزمالك صحيح. على بدايه الموسم. الغيابات زي ما انت قلت، غيابات الزمالك مؤثره اكتر. في غيابات في بيراميدز، في الشيبي غايب، في احمد توفيق غايب للايقاف او لتراكم الانذارات من الموسم الماضي، في محمد رضا بوبو غايب بسبب الاصابه، في اكتر من اسم، ولكن غيابات نادي الزمالك على مستوى الاساسي اكتر وعلى مستوى التاثير اكتر. غياب فكره فتوح وزيزو وسيف الجزيري عناصر مهمه جدا وعناصر من التشكيل الاساسي للزمالك. فمؤكد ان لو احنا بنتكلم رقميا ما قبل المباراه وحسابات، لا بيراميدز كفته ارجح، ولكن نادي الزمالك يقدر يتخطى المباراه ديت سواء بتحقيق التعادل او بالفوز؟ يقدر حتى بالسكواد الموجود، ولكن ده يعتمد زي ما انت قلتي على اوسوريو. اوسوريو هيعمل ايه؟ هيقدر يعتمد على الشكل الواقعي او بالعناصر الموجوده عنده، خصوصا انه عنده ازمه في مركز الظهير الايسر، او حتى لو لعب بطريقه 3 4 3 محتاج ان هو يحل مشكله في الجبهه الشمال، في غياب فتوح، في غياب حاتم سكر، في اصابه كمان عبد الله جمعه، فما فيش عنده حلول. الناس بتقول ممكن يدفع محمد عبد الشافي، مش عارف هيقدر. ممكن ان هو يدفع بمحمد عبد الشافي في الجبهه اليسرى، ولا وارد يعتمد على لاعب زي عمر جابر، وارد يفاجئنا، لان احنا متعودين من اوسوريو حتى في السكواد لما بيبقى كامل وحتى لما يبقاش فيه غيابات وارد ان هو بيفاجئنا. وهو اقرب واحد للعناصر اللي موجوده، وفكرته الاساسيه ان هو بيحاول يعني يعتمد او يوصل الخطه بتاعته والطريقه بتاعته للاعبين، حتى لو ده ممكن يكون يعني اللعيبه مش متفاهمه قوي او اللعيبه ما بتأدهوش بشكل كامل. فهنشوف المباراه النهارده هيقدر يعمل فيها ايه، ولكن هي مباراه مهمه جدا على المستوى الفني والمعنوي لنادي الزمالك، لان بعد الخساره من ارتا سولار وبعد مباراه بيراميدز الزمالك عنده مباراه ثم مباراه العوده مع ارتا سولار، لا فيها تبقى محتاج ان الزمالك يستعيد من جديد معنويا.